العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أحبتي وعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا قلوب طاهرة هذا البرنامج الذي نتحدث فيه حول صفات المتقين صفات المتقين التي هي موجودة ومقررة في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام التي وصف فيها المتقين إلى أحد أصحابه. تكلمنا في حلقة سابقة حول بعض الصفات التي يتصف بها المتقين، ووضعنا بعض التوصيات العملية التي هي مطلوب منك أن تقوم بها وتطبقها أخي وعزيزي المشاهد في حياتك. اليوم نحن مع الصفه السادسه من صفات المتقين وهي كما يعبر امير المؤمنين عليه السلام نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء ولنضع بين قوسين عنوان لهذه الحلقه وهو الرضا الرضا ايها الاحبه كلمه صغيره الرضا ولكن فعلا تحتاج الى مجاهده كبيره لكي يتحلى الانسان بها ان يكون الانسان راضيا بما اراده الله اليه بما قسمه الله اليه بما قدره الله سبحانه وتعالى اليه كثير من الناس يعيش مغصوبا كانما هو مغصوب على هذه الحاله عندما يكون في البلاء هو كانما مغصوب يتلبس بلباس الصبر ولكنه لو ترك لجزع في حال انه يجب ان يكون في هذه الحاله في حاله البلاء هي نفس الحاله عندما يعيش في حاله الرخاء راضيا بما اراده الله سبحانه وتعالى في حاله البلاء وفي حالة الرخاء. البعض يعيش في حالة البلاء كما قلنا كانما هو مغصوب على ذلك، يصبر ولكنه ليس برضا قلبي منه. يصبر لأنه لا يستطيع إلا أن يصبر. وهنا يأتي فرق. هنالك من يصبر راضيا وهنالك من يصبر ساخطا جازعا. إذا كان حالي في الحالتين هو انا سوف اصبر فالاصبر مع رضا فالاصبر وانا راضي افضل من ان اصبر وانا مغصوب علي كانما جازع كانما ساخط. المتقون من اي من اي نوعيه؟ المتقون هم انفسهم حالها حال في حال البلاء نفسها في حال الرجاء في رجاء في حال الرخاء. فهم يعيشون في حال الرخاء معيشه راضيه انفس راضيه انفس مرتاحه هذه الانفس هذه الحاله هذه هذه حاله الرضا التي يعيشونها هي نفسها موجوده في حال البلاء فهم ليسوا في حال الرخاء مرتاحين مستانسين واذا جاء وقت البلاء لا يعيشون حالة ثانية لا في الحالتين الأمر واحد الأمر واحد في الحالتين في شرح هذه في هذا في شرح هذا المقطع للامام زين الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم فما تفسير الرضا الرسول الاعظم صلى الله عليه واله في هذه الروايه يسال جبرائيل عليه السلام ما هو تفسير الرضا قال جبرائيل الراضي لا يسخط على سيده اصاب من الدنيا ام لم يصب ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل نحن نتكلم عن الرضا فنحتاج الى تعريف للرضا التعريف الذي قاله جبرائيل هو تعريف الرضا الراضي لا يسخط على سيده اصاب من الدنيا ام لم يصب الامر في الدنيا هو يعلم ان وجوده في الدنيا وجود اختباري أن وجوده في الدنيا للبلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أن وجوده في الدنيا أمر مزرعة ممر هذا الممر يأخذ منه لمقره هذه المزرعة يزرعها ليحصدها في ذلك اليوم الآخر فكل ما يحدث في هذا الاختبار كل ما يحدث في هذا الممر كل ما يحدث في هذه المزرعة هو يعلم هو يعلم أنه هذا الذي حدث هذا الذي حدث لن يدوم وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس يعلم أنه لن يدوم ويعلم أن أنه موجود وأنه بين يدي موجود رحيم بين يدي موجود كريم فلماذا يسخط؟ لماذا يخاف؟ لماذا يقلق؟ لا يد... لا يتدخل القلق في قل... في قلبه، لا يتدخل الخوف في قلبه، لا هؤلاء الذين ي... الذين عندما تصيبهم مشكله يلجؤون الى الانتحار لماذا آ... عقاب الانتحار؟ انه لا يدفن في مدافن المسلمين كذا الى اخره لماذا لانه وصل الى حاله من القنوط والياس هذه هذه الحاله من القنوط والياس كانما الغت وجود الله سبحانه وتعالى المتقون لا يعيشون هذه الحاله لماذا لان قلوبهم دائما متعلقه بالله سبحانه وتعالى لانهم دائما لأنهم دائما ما يعيشون حالة الرضا إذا أصاب من الدنيا شيء يعيش حالة الرضا إذا لم يصب من الدنيا شيء يعيش حالة الرضا هذا الإنسان هل تتوقعون أيها الأحبة أيها الأعزاء المشاهدين هل تتوقعون أن هذا الإنسان يعيش حالة من حالات القلق كلا هل تتوقعون أن هذا الإنسان يعيش حالة من حالات الخوف؟ كلا. هل تتوقعون ان هذا الانسان تجده يوما من الايام بدون ابتسامة مرسومة على وجهه؟ كلا. هذا الانسان دائما ما يعيش حالة من الانس النفسي. هذا الانسان دائما ما يعيش حالة من الهدوء النفسي، من الراحة النفسية. هل تطلبون الراحه النفسيه ايها الاحبه؟ فلتكونوا قوما راضين اذا الله سبحانه وتعالى امر بشيء انا مستعد اليه اذا اصابني بلاء من عند الله سبحانه وتعالى فانا مستعد اليه اذا اصابني امر يجب علي فيه ان اسخط فأنا سوف أمارس الرضا، لن أسخط، سوف أصبر وأنا راضٍ عن ما أصابني، وسوف أكون مرتاح نفسيًا، مرتاح البال، هادئ الأعصاب، كثير يعانون من هذه المشكلة، مشكلة انفلات الأعصاب، مشكلة الغضب السريع، مشكلة هذه المشاكل النفسية المنتشرة. والآن بعض الدراسات تقول أن 80% من من الأمراض سببها نفسي. هؤلاء هؤلاء الحل إليهم هو أن يعيشوا حالة من الرضا. من أين تأتي هذه الحالة؟ من التقوى. التقوى هي الارتباط مع الله سبحانه وتعالى، مراعاة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. أنا أعلم بذلك. أن الله سبحانه وتعالى لن يخذلني أبدا أن الله سبحانه وتعالى دائما هو موجود في حياتي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم أعبر الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير اعبد اعبد الله سبحانه وتعالى وانت راضٍ. اعبد الله وانت راضٍ. اي شيء يصيبك اي شيء يصيبك هو في جنب الله. سلام الله على الامام الحسين عليه السلام. كل الامور التي اصابته في يوم العاشر مآسي، مصائب اخوانه يقتلون اولاده يقتلون يعلم انه اصحابه يقتلون ويعلم انه سوف يقتل وهذا هي ميزه الحر الشريف الغيور يعلم انه سوف يقتل وليست المشكله هنا ويعلم ان بعد قتله ان نساءه سوف تسبى ماذا قال الامام الحسين هون ما نزل بي انه بعين الله اذا كان هذا الامر يرضيك فخذ حتى ترضى عندما قال هذه الجمله تحديدا عندما قتل ابنه الرضيع في حجره الهي ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى تسليم قلبي متناهي تسليم رائع السيدة زينب عليها السلام هم كذلك في ليلة الحادي عشر بعد المصيبة العظمى والكبرى التي حلت على قلبها تتخطى القتلى حتى تصل إلى أخيها فتجده بتلك الحالة مقطع الأوصال مكبوب على وجهه قد غيرت الجراحات في جسده وهي تحبه وعظيم عليها أن تراه بهذه الحالة تاخذه فتسنده على صدرها وتخاطب الله سبحانه وتعالى الهي تقبل منا هذا القربان رائع هذا الرضا على كل حال سوف اكون معكم احبتي اعزائي المشاهدين ولكن بعد فاصل قصير نذهب اليه ثم نواصل انتظرونا بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي وأعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قلوب طاهرة في هذه الحلقة نحن نتكلم عن الرضا ونتكلم عن الرضا صفة من صفات المتقين أنفسهم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أنزل أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء هم في البلاء والرخاء واحد راضون راضون بما قدر الله، راضون بما قسم الله، راضون بما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية رواية جميلة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا عباد الله أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب. فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به. فلا لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه الا فسلموا لله امره تكون من الفائزين رائع فعلا هذه الـ هذه الروايه انتم كالمرضى فعلا الانسان في حياته في حياته العمليه الماديه قد يمرض ألم في راسه، ألم في بطنه، هذا هذه أمراض تصيب الإنسان خلل يصيب الإنسان. وعندما يمرض الأمر الطبيعي أنه يذهب إلى الطبيب. من الذي يصف الدواء؟ المريض أو الطبيب؟ طبعاً الطبيب هو الذي يصف الدواء. لماذا؟ لأن الطبيب يعلم أن هذا المرض هذا عندما يأتي للتشخيص يرى أن موجود ارتفاع في الحراره موجود الم في هذا المكان موجود التهاب في هذا المكان يجمع هذه الاعراض كلها فتعطيه نتيجه هذه النتيجه هو هي اسم المرض يعلم ان هذا المرض دواؤه هو كذا وكذا وكذا هذا لعلمه وايضا يعلم ان هذا المرض دواؤه هذا يجب ان يستخدم بهذا الشكل حبتين قبل النوم حبتين بعد الاكل كذا ثلاث مرات في اليوم الى اخره هذا الذي يحدث عاده عندما يمرض احدهم ويذهب الى الطبيب لم نجد في يوم من الايام ان احدهم ذهب الى الطبيب ذهب الى الطبيب وقال له الطبيب انك مريض بذلك بهذا المرض الفلاني فيقوم الطبيب والمريض ويق... ويقول اذا اعطني هذا الدواء واعطني هذا الدواء وهذا الدواء وهذا الدواء سوف استخدم منه هل كم من الجرعات هل قد من الامور والى اخره هذه هل قد من الحبات هذا هل هذا هل... 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 الذي يحصل ام لا الطبيب هو الذي يقرر كل شيء هذا هو المثال الذي يطرحه الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم هل تريدون ان تكونوا من الفائزين؟ ايها القوم، ايها الناس، ايها الاخوه، ايها الاحبه، هل تريدون ان تكونوا من الفائزين؟ لا اتصور ان احدا يشاهدني الان سوف يقول لا. الكل يحب ان يكون فائزا. الكل يحب ان يكون من المراتب الاولى سباقا، مسارعا. ما هو الطريق يا رسول الله؟ قال: انتم تعيشون حاله مرضيه. نفسيه. طبعا الامام علي عليه السلام كان اذا يصف اذا وصف رسول الله صلى الله عليه واله يقول طبيب دوار بطبه. طبيب للقلوب الرسول الاعظم صلى الله عليه واله. يقول الرسول الاعظم انتم مرضى. المريض ماذا يفعل؟ يذهب الى الطبيب، من هو الطبيب؟ الطبيب هو الله سبحانه وتعالى. صلاح المرضى هو بما يصفه الطبيب. المريض الذي يريد ان يصلح جسمه يص... تصلح... تصلح نفسيته تصلح يتماثل الى الشفاء الروحي ي... يعمل بما يقوله له الطبيب ماذا يقول الطبيب؟ هل يوكل الامر الى المريض ويقول له هذا هو مرضك وشافي نفسك بنفسك؟ لا الله يشخص المرض إليك ويقول لك أعمل كذا وكذا 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 الآن ما هو المرض الذي بين يدينا المرض الذي بين يدينا هو عدم الرضا الجزع الصخط القنوط اليأس ما هو الحل الحل هو الرضا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود يا داود تريد واريد انت تريد وانا اريد وانما يكون ما اريد الذي يحدث هو ما اريده انا الله سبحانه وتعالى فان سلمت لما اريد كفيتك ما تريد انت تريد ايها العبد ايها الانسان انت تريد وانا اريد والله سبحانه وتعالى يريد انا اريد ان اصبح غنيا أريد أن ألبس أحسن الثياب أركب أحسن الدواب أريد أن أمتلك أحسن البيوت أريد أن أكون كذا أريد أن كذا أريد 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 ولا يوجد حدود لطموح الإنسان وإراداته يريد كل شيء والله سبحانه وتعالى أيضا يريد وهل تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يريد إليك ما ليس فيه خير, خير إليك كلا، الله يريد لنا الخير دائما. فأنت تريد أيها الإنسان والله سبحانه وتعالى يريد. الذي يحصل هو ماذا؟ هو ما يريده الله سبحانه وتعالى. إذا كان إذا كنت أنا أريد والذي سوف يحصل هو إرادة الله سبحانه وتعالى. ما هو الحل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: سلم إلى ما أريد أنا. ارضى بما أريد. زين. إذا رضيت وسلمت بما تريد يا رب ماذا سوف أحصل عليه؟ ما هي الأمور التي سوف أحصل عليها يقول فإن سلمت لما أريد لما أريد كفيتك ما تريد راح تحصل كل لن تتم به ولكن شرطه أن تسلم وترضى إلى ما أريد بس. واضح الأمر أنت تريد أمور اجعلها في إرادة الله سبحانه وتعالى ارضى بما يريده الله سبحانه وتعالى سوف يوصلك إلى ما تريده انتهى الموضوع وإن لم تسلم زين إذا ما أنا سلمت إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى جزعت سخط لم أصبر لم أرضى شنو اللي راح يصير أتعبتك فيما تريد ناس يعيشون مثل هاي الحالة يتعب نفسه يتعب نفسه في طلب الدنيا يتعب نفسه في طلب امور معينه في في شراء سياره معينه في شراء بيت معين في الوصول الى مرتبه معينه في وجاهه بين الناس يتعب نفسه لكي يحصل على هذه الوجاهه يتعب نفسه لكي يحصل على هذه السمعه يتعب نفسه لكي يحصل على هذا البيت يتعب نفسه لكي يحصل على هذه الى على هذا المعاش المعين الله سبحانه وتعالى إذا وجد منك أن ما تتعب نفسك فيه ليس لأجل الله سبحانه وتعالى. ليس لأجل رضا الله سبحانه وتعالى فسوف تجد أنك فسوف يتعبك في الحصول على ما تريد ولكن إذا أردت ما الامور هذه الاهداف هذه الامور التي تريد ان تصل اليها في في خط اراده الله سبحانه وتعالى سوف تصل اليها بشكل بشكل سهل جدا جدا، هذا الذي نسميه التوفيقات. وان لم تسلم لما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد ايضا. في الحالتين هي سوف ما لن يكون الا ما يريده الله سبحانه وتعالى. نحن هنا ايها الاحبه لا نتعلم كيف نصنع الانسان التقي فقط وانما نتعلم كيف يعيش الانسان ايضا في صحه نفسيه سليمه وصحيه فالامور التي نطرحها هي فقط ليس لصناعه الانسان التقي فقط وانما لصناعه الانسان الهادئ نفسيا المرتاح نفسيا والرضا ياخذ الانسان فعلا الى صحه نفسيه جميله فاذا ايها الاحبه ايها الاخوه ايها المؤمنون لنذهب الى التوصيات العمليه ما هي التوصيات العمليه التي سوف تقومون بها اضافه الى التوصيات التي طرحناها في الحلقات السابقه. رقم واحد اهدأ. اهدأ واجعل الرضا وسيله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اهدأ وسوف ترضى. اجعل حياتك هادئه. لا تملاها، قد تكون مليئه بالاعمال ولكن هذه الاعمال هادئه. الانسان الهادئ يستطيع ان يقوم بامور كثيره في يومه، لان هذه الامور في رضا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسهلها اليك. الله سبحانه وتعالى يجعلها في متناول يديك، اهدافك سوف تصل اليها اذا كانت في رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الامر الاول، الامر الثاني اذا اصابتك مشكله، اذا اصابك بلاء، اذا اصابتك بليه، نائبة مصيبة ما هو الأمر الذي يجب أن تقوم به اصبر لأن الصبر كأنه هو مفروض عليك في الحالة أنت سوف تصبر ولكن اصبر مع رضا ما الذي سوف تحصل عليه سوف تحصل على أن توفيق إلهي في الخروج من هذه المصيبة هدوء نفسي لن تجد هنالك آثار سلبية عكسية من هذه المصيبة على نفسك بعض المصائب بعض المصائب تترك آثارها على الإنسان فعلا تحل تحل هذه المشكلة ولكن تبقى آثارها السلبية الصابر الراضي تحل المشكلة عنده ولا تبقى لهذه المشكلة آثار سلبية على نفسيته صحة نفسية واضحة وهادئة من أين؟ من الرضا أخواني وحبائي وعزائي المشاهدين وصلت إياكم إلى نهاية هذه الحلقة اريد منكم ان تطبقوا هذه هذه التوصيات ان تعيشوا الرضا في حياتكم في حلقه قادمه ان شاء الله سوف نتكلم عن صفه جديده الى ذلك الوقت اسالكم الدعاء وفي امان الله